ما عاد فيني اتحمل. ليش هيك عم يساوي فيني ماما؟ شيماء خانم، شيماء خانم، انا مراد دورت بكل البرات وما لقيت بيره. ليش يا ترى؟ ليش؟ لانه انا ما اشتريت بيره اليوم. بس ليش يا شيماء؟ يعني بهالفتره حاسه انه المشروب عم ياثر شوي علي. ياثر؟ لا شو بده ياثر؟ ليكي انا كثير منيح. انا مستحيل اقدر سامحك بعد الشيء اللي عملتيه. ما بعرف فكري بيك، بس انه اخر فتره عم تساوي شغلات غريبه وما لها اي معنى. كيف يعني؟ انت قصدك لاني رشيته لهاشم بالمي وجاكرته شوي؟ لا كنت عم بمزح معه، قلت لحالي الزلمه مريض وكثير عم يمل، لهيك قلت بتسلى انا وياه مع بعض. انا الحق. وانت شيماء خانم، ما بدك كمان نتسلى مع بعض بدل ما نمل بالسهرات؟ مشان هيك يلا قومي اتصلي بالدكان، قولي له خليه يبعت صندوق بيره للروق شوي وننبسط. شو رايك؟ ها؟ يعني عم اقول لا ما في داعي. بس شيماء خانم والله ما بيصير هذا الحكي. بتحب البردقان؟ يلا بدي. شكرا. فت بيناتنا مثل فارط الطحين يا هاشم، خربت سعادة العيلة من لما اجيت انا بورجيك. شيماء خانم، انت ما عم تسمعي كلام استاذك، ليش هالعجلة كلها؟ روقي شوي. بس يا فكري بيك، اذا ما تمرنت من هلا احتمال ما تزبط معي بنوب بعدين، ولهيك لازم اتشجع واقوي حالي على مراحل. طيب انت قادرة، بس كوني حذرة لا توقع طيارة فوق راسك هاي المرة. ها؟ هي مزحة، لا تقلق، هي مزحة، ما رح يكون حظك نحس لهالدرجة. ايه مو لهالدرجة. لا أكيد مو لهالدرجة. يلا خليني أمشي. بخاطرك. يلا سلام. باي باي. سامحيني إذا غلطت بحقك. لا تقول هيك شغلات بتخوف. يلا سلام فكري بيك. شو هالمجنونة هاي؟ فكري، طالما شيماء طلعت من البيت بنصحك تطلع احسن لك. شو يعني؟ يعني اليوم رح تنضرب كثير. انفوت مش تهول، انت صار لك زمان مشلول، واذا تعبت فجاه بجوز ترجع لك الجلطه. خلص ارتاح هلا هالشومه. لا ما تخاف، هي الفرصه ما تتكرر، لهيك ناوي اضربك وفشغل لي فيه. لا طول بالك شوي، ولما شيماء ترجع لهون وتشوف وشي مورم شو بدك تقول لها؟ اطمن، ما رح اضربك على وشك يا فكري. اسمعني ولا، هي اخر فرصه يكون بعلمك، اذا مصرت تبقى بهذا البيت رح اضربك كل ما اجتني الفرصه. ايه روح عنا، انا اصلا كنت عايش قبلك بهذا البيت. انا عشت فيه 20 سنه قبل ما حطرتك تحتله. ايه مظبوط، انت اللي جنيت على حالك يا هاشم. شو عم تساوي؟ شو هالحركة هي ولا؟ جنيت ولا عم تقلد الافلام؟ بسم الله عليك، شو صار لك؟ شو؟ شبهك لك انا اقوى منك بكثير، لك انت شو فكر حالك هاشم؟ انت مالك انت؟ مين بدك تضرب؟ قل لي مين بدك تضرب؟ قوم. ما قدرت بعد يا فكري بيك، ما قدرت بعد. شيماء خانم، كنت عم غير له النومه. على مهلك شيماء خانم، والله كنت عم غير له النومه لان وجعته رقبته حرام. فكري بيك، مو حرام عليك تخنق واحد مريض، مو حرام عليك. هو اللي كان بده يضربني، انا بس خنقته لدافع عن حالي. شو فيها هي يعني؟ اذا الزلمه ماله حيل يحرك ايده، كيف بده يوقف على رجله ويضربك؟ مو حرام عليك؟ عم تتطلع عليه كمان. لك مانو مشلول، اقسم لك بالله مانو مشلول. بدك اثبت لك، اثبت لك هالشيء. اسمحي لي بس، اسمحي لي فوت وراح خليك تشوفي بعينك انه مو مشلول. خليني حاكي بس وراح تشوفي انه واحد كذاب وبحتال وعم يمثل عليك. هيك يا شيماء خانم، هلا معقولة هاشم صار أهم مني يعني؟ يا عيب الشوم عليك، خيبتي ظني فيكي. هاشم، يعني أنا معقولة ضل كل عمري مقهورة بسببك؟ والله هالشي مو معقول. هلا رجع كل شيء لوضعه الطبيعي يا هاشم الملك.